طول عمرك شايل هم الناس ولا حدش كده شايل هم بطل بعدي بوق خلاص مع ناس بيمصوا بدم بقول عيني على ناس قليلة الاصل تتحكم في ناس بفلوسها وعيني على الغدارين اللي يتحكموا في ناس بفلوسها بقول الليلة تم الصفا والكل له معنى اللي يصلي على حضرة النبي يقعد ويسمعنا من غير صلاة النبي الكل ملوش معنى انت كلك عيوب انت كلك عيوب عيني انت كلك عيوب عيني انت كلك عيوب انت كلك عيوب عيني انت كلك عيوب وحب صاحبك حب صاحبك ولو كان بكرم بنفسك اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك اصله بلا بس الحب منه في يوم ميلاد النبي وامه حامل فيه لما سأل مين هيسقي سيدنا النبي سمع الندى من العلالي قال يا حليم اسقيه مدام صدر امر ربك لابد النفاذ فيه خالف هوى النفس ما انطوعوش يا ما نسرحوا على باب سيدنا النبي ولا تشافوهوش اخدوا التجارة شطارة عميب بشائرهم وساعة الامضة ما استنوش مسكين ياللي شبابك راح ولا دربتوش الشقة تاخدوا الحديد والكبر ما تركتوش فطرت رمضان عمدا ليه ولا صبتوش حتى فرض الكريم يا صاحبي ليه ما صلتوش ياللي دخلت الحيمة اوعى تكون مغشوش جنة ربنا حرير سندوسي اخضر كده مفروش للي سمع كلام الناس الطيبين وعمل لنا اطرون انا دولت بيت الشيطان في المزاد وقال الحرام بجنيه رتبت ادم وقال عليا بألف جنيه افتح مزادك يلا وقت لابد شاري وطول ما الناس بتوغى الناس بتوها فزاد الشيطان